السلام عليكم، معكم هبات الى النظر. فيديو ما كاين لا فطور اليوم لا والو. غادي تضربوا معنا الصومو الدراري بالرجول. جايبين نص كيلو، نص كيلو ديال الصومو وغادي نقسموهم بلا ما تخلينا نضربوا نص. بحال اللي كيضرب الدب فاش كيكون مريح بالشلال وما كيطلعوا كيخبطوا. هذا راه جاي تيبكي، قال لي اخو ما باغي يدير لنا داك التحدي، والناس غيضربوا في البيت تما. انتما يضربوا البيت، حنا نضربوا هذا الشيء اللي جايبين لنا. واش ضربت الله نكتبوا بعدا الصومو صاحبي؟ راه هادي الناس بشحال تيشريو. علاش في نظرك الدب كيوقع في الشلال كياخذ الصومو ما كيضربش البيض؟ كاينه كاين بلاصه مش طايب ولا خضر. انت مريض ولا لا؟ بحال داكشي ديال السوشي. مالك كدير هاد الصه ديال الله مراكش؟ واحد الحاجه دابا راه استفتهم 1 2 3 4، قسمت دوك الطروف دونك باش يكون داكشي عشوائي. من هنا غادي نختاروا شكون واحد، شكون جوج، شكون ثلاثه، شكون اربعه، وغنجلس دابا غادي شي واحد يختار الرقم. شنو الفرق بيناتهم؟ ما كاينش قطع. انا ثلاثه اسيد، انا الواحد باش نبعد عليك. جوج ما تعرف يكون هذاك هو الزوين. اربعه يقدر يكون سهل. ها هو واحد. يا سلام يا سلام. الصوجه بطبيعه الحال اللي غنملحها. بلاتي نوريكم الفرق، راه كاين بحال دابا هذا الابيض. شوف الصحه ناكلو غتحس باش كيحس الدب صاحبي. والله الا خصك تكون عشوائي اخي ديالي. جاوني الطروف صغار انا وياك. اللي غيسالي الاول واللي غيسالي الاخر شنو غادي يطرى عليه؟ شي تقام بنزين درهم. لا يسالي الاول راه ما غيدير والو، الثاني والثالث يخلصوا 50 50، الرابع يخلص 100 درهم. راه ناضي هادشي. لا بلاتي خاصك دير لنا دابا الوقت اخويا. ناضي البقاء للاقوى حتى الجلده. ما يبقى في التبصيل والو. وصافي. هادي غتصغر. انت والله ما ندوخو برا بتحب في تناسك دعك حياتك. دابا هادشي راه خضر، ولكن خصكم تعرفوا بان الحوت تيتقال خضر شويه غير هو معقد. دابا كلها تقريبا 250 غرام، من هذيك تقريبا لشي 450 كالوري. 500 تقريبا. 500 ولكن راه ماشي شنو الاوميغا 3 احسن حاجه، احسن دهون كاينين في الكره الارضيه. هما الكاملين هما اللي غضربوا بالهول. انطلاقه العداد احاد. This is some fucking National Geographic shit. بنين الجلدة قاطعة عقل. أنف هذا الدب بارع وشهيته هائلة. متأكد مني ما قدير. بالنسبة إلى الدب التواق للسعرات الحرارية إنها بمثابة قطعة حلوى. نعم من جنالك. أنا بحشي يا أخوي صابر. أنا ما يخسرش. نشوف مع الزوج. أبشر يا الله ما أخلص. صابت معهم بهذي هافت. والله الا قدرت تاكلوها الصاد. الجلده ما تخرطها بحال هكا. سياد ناصر علينا البحتي. تستهلك هذه الذبابه حوالي 90 كيلوغراما من الطعام في جلسه واحده. دابا انا نخلص عليك. اش بغي يقول تارج؟ كان عارف راسو بابا. وانت ما جايبين اخويا شي حاجه انتوما ديما تضربوها الله يهديك اصاحبي. جيبوا له باني. شوف شوف شوف. انا خلي لي طريف تانت شوي. شفينو ديك المشكله. محسوب خاص ولا صاحبي خاص الدراره بالجله. اللهم تكمل تخلص معايا بالروج. لا والله ما تخلي الغلطه برا يا كولو كامل. يا الجلده اخويا علاش؟ حتى هي داخله في الاسئله. شوفوا ديك الساعه انتم ديروها. انا مزاوك والله انا رابع بزاف عليك. شكون عطاك هاد الفكره هادي ديرها لنا؟ هذا هو اللي شاف. علاش الصمون؟ لا ما حطش صافي فهمتي. شوف هو هو
ترى غنسجل دابا ورا ديك الساعة وصل للجلد هذيك الساعة صافي. السلام عليكم. تكي جاتك 4000 والله ما غادي تجوا والله ما غادي تجوا كيفاش شوف شوف الصراحه على اللعبه وانت انا هاد اللعبه اللي درتي راه خصك خلصنا الراجل ما كنتيش كنت حدك كيفاش يلا تعال شوف ريجي شوف هبا قول لي اه قال الرب شوف شوف صافي حال الاخر حنا الدبابه لا اخويا ماشي قاوي هذا راه يصيفط نص السبيطار باش الا مشيتي للسبيطار نمشي معكم مساحي شنو قال هو دكتور هادو غيمشيو للسبيطار هما اللي تقابوا خويا ماشي كيفاش دار عندك جلده ساهي ناضي هذا راه مازال ما دار الفيديو كملها قال له لا لا غادي تعاود هاد الشيء الصح بالرجوله انت عاجل لنا الطرف صاحبي خلاص طرفك ضربوك دابا دير معاه شي حاجه دير معاه شي حاجه دابا شوف ما عنديش معنا كليو ديالو شوف عطيني 30 ثانيه 30 ثانيه تخلص 4000 كامل شحال 30 ثانيه ولا ما دارهاش تخلص انت سير على التليفون ها دير ريكورد عايد دير 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 نوصل الريكورد على التليفون هكا ويا شي خاصني شي حاجه عندك صافي انا في بلاصه ماشي ديك اللي تجي هذا ملي كرونه او غير دابا داكشي دابا يا اما 30 ثانيه يخلص كلشي يا اما انا نخلص كلشي بالجلده اه ايوا شنو واحد جوج ثلاثه انا السبب واحد انا السبب انا السبب الله اكبر علي سفيان علي سفيان معك الله يا سفيان 4000 سفيان 10 11 12 13 14 15 16 علي السبب 20 ثانية دابا خويا الصبير بقاو 10 ثواني الصبير بقاو 7 ثواني فين ما دير ما دير كانت عليكم الصبر ولكن كليت الصبر. العالم على الصباح مازال ما فاطر ما كليش. خليني ندير ان شاء الله.